دم الحرية. عندما يضيق الثوار الخناق على العملية السياسية في العراق، يظهر بعض المتخفين وجوههم الحقيقية الحاقدة على الثورة، وبذات درجة إصرار المتظاهرين على التغيير يأتي الرد السياسي المناهض. قبل أيام قليلة أعلن متظاهرو كربلاء رفضهم الصريح لكل من يمت لمحور إيران بصلة، وجددوا تشخيص معضلة العراق الكامنة في الأحزاب والميليشيات، ليخرج مقتدى الصدر عن طوره مهاجما ومهددا من وصفهم بالمخربين. هذا الوصف كان أشد ضراوة على متظاهري ذي قار عندما أطلق تصريحات تحريضية ضدهم يحاول من خلالها زرع الفتنة بين العشائر وأبنائها، عندما دعا عشائر ذي قار إلى التصدي للمخربين والمدسين بحسب وجهة نظره المعادية للتغيير. بنفس خندق مقتدى الصدر تصطف ميليشيا حزب الله مهددة ومتوعدة ثوار مدينة الناصرية بالقتل والاعتقال، ونعتهم بالأشرار الواجب تطهير المدينة منهم، واسترسلت بتصريحات تفوح منها رائحة العداء المفضوح لأحرار العراق. التركيز على الناصرية من قبل أغلب أعداء الثورة ليس مصادفة، وإنما نالت هذه المدينة الكراهية الشديدة من زعماء الكتل والميليشيات لما تحمله من رمزية ثورية جعلتها عاصمة ثورة تشرين. حماس شبابي عال وجرأة على قول الحق، وتظاهرات صاخبة وهتافات شديدة وأعمال تصعيدية دون كلل أو ملل، لا اغتيال ولا خطف أثنى عزيمة أهلها عن مواصلة الثورة.